تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من توزيع وحدات الدفعة الثانية لوحدات حي الجليعة بمدينة شرق الحد. تزامنا مع اكتمال نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمرحلة الثانية في مشروع شرق الحد، انتهت وزارة الإسكان من كافة إجراءات توزيع الدفعة المخصصة لهذه المرحلة بحي الجليعة، حيث اتسمت إجراءات توزيع الوحدات الإسكانية في المشروع بالسلاسة وسرعة الإنجاز. بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، تم الانتهاء اليوم والله الحمد من توزيع المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية، وهو المشروع الرابع من ضمن 14 مشروع راح يتم توزيعها إن شاء الله لتنفيذ أمر سمو ولي العهد. سعادة غامرة عاشها المنتفعون من مشروع شرق الحد الإسكاني في مرحلته الثانية على أن يتم تحديد موعد لاستلامها خلال الأيام المقبلة من قبل قسم إدارة الممتلكات الإسكانية. شعور اليوم لا يوصف، سعيد وفرحان بحصولي على بيت أحلامي اللي بيضفني أنا وعيالي. وبهاي المناسبة أشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسهم جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء الماقر، وشاكر حق وزارة الإسكان كل هاي المساعي طيبة. وايد مستانس بالحصول على وحدة سكنية، وأشكر جلالة الملك ووزارة الإسكان وولي العهد على يعني تكرمهم بإعطائي الوحدة، وأنا الصراحة وايد مستانس. أشكر سمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد على هذه المكرمة اللي حصلناها. مشروع متكامل يضم العديد من المرافق الحيوية التي من شأنها أن ترتقي إلى طموح المواطن وتقدم لهم حياة سعيدة في بيت العمر بما تضمه تلك الوحدات من مرافق صممت خصيصا لتلائم الأسرة البحرينية. بعد الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية لحي الجليعة بمشروع شرق الحد، المواطنون موعودون بالمزيد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة. حول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.